بلادي زوم، عين على الواقع. مرحبا بكم. لازالت تدوينة النشطاء المغاربة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي حول انتشار فيروس إنفلونزا الخنازير المعروف بH1N1 في تزايد كبير، خصوصا وأنه خلف عددا من الضحايا. وكانت الحصيلة الجديدة التي أعلنت عليها وزارة الصحة أمس الأحد، والتي تفيد بتسجيل 11 حالة وفاة بسبب H1N1، فقد زادت من توجس النشطاء المغاربة وتخوفهم من زحف الفيروس إلى باقي المدن وحصده المزيد من الأرواح. وكشفت الوزارة ذاتها أن حالات الوفاة هذه التي توزعت على 4 حالات في الدار البيضاء و3 حالات بطنجة و1 حالة بكل من الرباط وفاس وطنطان وأزيلال تمت نتيجة مضاعفات مرتبطة بعامل واحد على الأقل من عوامل الهشاشة، وهي الحمل والأمراض المزمنة وعامل السن. من جهته، طمأن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغاربة كون الحالة الوبائية في المملكة خلال السنة الحالية لا تستدعي الإحساس بالفزع مقارنة مع السنوات الماضية، مؤكدا أن وزارة الصحة وأطرها الطبية معبأة للتكفل بجميع الحالات المحتمل إصابتها بالفيروس. وبالرغم من التصريحات المطمئنة لكل من سعد الدين العثماني رئيس الحكومة ووزير الصحة أنس الدكالي، إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي لا زالت تعج بتدوينات النشطاء التي تعكس رعبهم وتوجسهم من انتشار الفيروس الفتاك في ظل حصيلة الوفيات التي تتزايد منذ ظهور أول حالة مطلع الأسبوع الماضي. نشكركم على طيب المتابعة، ولا تنسوا الاشتراك مع تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. بلادي زوم.